مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، هناك فرصة لسقوط زخات في أقصى جنوب غرب المملكة، وأيضا طقس لاهب في المناطق الشمالية وشمال شرق المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن اللون السكني الفاتح والسكني الغامق يمثل درجات حرارة شديدة الحرارة وكتلة هوائية شديدة الحرارة يستمر تأثيرها على المملكة، خاصة معظم المناطق والمناطق الشمالية الشرقية والوسطى والغربية، وبالتالي درجات الحرارة شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء حارة نسبيا في الرياض، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 31 درجة مئوية. بينما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، العظمى المتوقعة يوم الاثنين بالرياض 44 درجة مئوية أجواء حارة، والصغرى المتوقعة 31 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا. كذلك يوم الثلاثاء أيضا حارة نهارا، حارة نسبيا ليلا، العظمى المتوقعة 44 والصغرى 32 درجة مئوية. وكذلك يوم الأربعاء أجواء حارة العظمى 44، وأثناء الليل أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة، والصغرى المتوقعة 33 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة: في إسكاكا 41-26، عرعر 40-23، تبوك 39-24 درجة مئوية. المناطق الغربية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة: المدينة المنورة 44-31، جدة 38-31، مكة المكرمة 43-31، الطائف 35-25 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية: الباحة 31-22، أبها 32-19، جازان حارة نسبيا إلى حارة وغائمة جزئيا، في فرصة ضعيفة لسقوط بعض الزخات المتفرقة من المطر 36-29 درجة مئوية. المناطق الشرقية والشمالية الشرقية: حفر الباطن أجواء شديدة الحرارة 48-33، الدمام 43-29، الإحساء شديدة الحرارة 27-30 درجة مئوية. والمنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة: حائل 31-27، بريدة 44-30، الرياض 44-31 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا للمتابعة، ولكم تحية طيبة من طقس العرب، ونترككم في أمان الله.